بالوقت اللي كان مكتب مكافحة المخدرات الفرعي بشمال مشتبه بأحد الأشخاص عم بيروج مخدرات من كوكايين وهيروين، كانت عم تتوالى الشكاوى عن عمليات غش بأموال مزورة من فئة 100 دولار و100 ألف ليرة لبنانية عم يتعرضوا لمواطنين بمدينة طرابلس. المعلومات الواردة لمكتب مكافحة المخدرات بشمال أفادت أنه هناك احتمال أنه يكون مروج المخدرات ذاته هو اللي عم بيقوم بإدخال الأموال المزورة للمدينة. بنهار 27/7/2012 تأكدت معلومة عن توجه الهدف لشارع الميتين بطرابلس، فتقرر نصب الكمين. تجي انت بالباس فندر بتشك قدامه بتوقف، بنفس الوقت بينزل من السيارة وبينزل بتنزل انتو الاربع شباب عليه من هون، بتكون انت مسكر عليه طيح يعني ما عاد فيه يطلع، ونحن الشاب من هون عم بيصوره، وانا بكون هون دغري، بس مجرد ما اشي الاشارة بيجي بشك بسيارتي مسكر الطريق من تحت. الخطة واضحة، سيارة بتكون بانتظار المطلوب عند أول التقاطع، سيارة تانية لتنفيذ الاعتقال، وسيارة مؤازرة فيها رئيس المكتب. ما في غيرها. تحرك رئيس مكتب مكافحة المخدرات الفرعي من بعد التنسيق مع رئيس مكتب المكافحة المركزي، وأخذ موافقة قائد الشرطة القضائية. بايد بايد معلم وراك ليك هو من اطلق على شارت 200 يعني اخر شارت 200 يوم. هلا العملية قدام 300 متر على اليمين او على اليسار على هيدا الاطلق. انا وراك احنا هلا هذا ننطر بكون محل قريب، بحال اجى لهون بكون دغري قريب نقدر نتحرك اكثر من نكون من فوق، مين بيطلع السير واحد ينكعك بالسيارة هون بضل افضل. اوكي بحال اتصل وقال هو بالمكان بلغني، بركي انا بطلع بعمل برمي باكد وين واقف وبرجع بجي. مع علي واقف هونيك بحال اشتري السياره وشوفه دغري حيطلع. اوكي علمني هي فورا حقلك علمتلي يعني شافت هي اللي بدنا اللي ناطرينه. شفناه في سياره راجعه اريير وبوزه على نص الطريق، طيس السياره لميل المخفر في فان ابيض مقابل المخفر الدرك، هو صار وقف بالعرض حدا. اوكي انا مقابلك على اليسار قدام 30 40 متر. واحد
سمع سمع. شو السيارة؟ هون بزرقة ما عليها لوحة من ورا. بدأ تفتيش السيارة بشكل دقيق. البضاعة كانت مخفية وعدم ضبطها مع المشتبه بالجرم المشهود بيصعب عملية التحقيق وإدانة المشتبه به. ولكن علامات الارتباك الظاهرة على وجه المشتبه عززت ثقة رجال التحري بوجود البضاعة داخل. مزور هو دولارات دولارات مزورة في هواء في هواء سيدنا بس هيك فتح في شوية لبناني عينك عليه هيك لبناني ودولار مئات مئات لبناني كولونيل قرب شوي ودولار مئات دولارات فين المئات اوكي المئات هلا بنعربهم فوق سيدنا مثل ما هن شو هيدا اللي كمان بالهون ابيض شفري فيه هيدا بودرة هاتو بودرة كمان هيك شو سيدنا هلا سيدنا سيدنا هلا عروي فوق أنا المهم خلينا نصورها دغري يلا 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 وين هو عم يطلع؟ ايه شايف عم يطلع عم يطلع ايه شو يا ما كانت ما كوكايين. كانت كوكايين كوكايين هيروين ايوه في هيروين باش اذا بدي تعال لحظه يلا لانه هوا اوكي يلا لفوق السهلة وين كانوا مخبيهم باش؟ تحت كونسول فيتاس اذا في شيء هلا بدنا نشيلها كلها اذا بتريد سيدنا اذا بتريد افتح هاي بس نتاكد انه هيروين او لا في هوا يا سامر وجهك في هوا اوكي هيروين هيروين, هيروين. هيروين. اوكي اوكي سيدنا خليك هناك لانه عم بيهرب اذا في شيء لحظه لحظه شوي سيدنا وين هيك في 1000 كيس من النايلون ما كانت هلا هلا عم يجي انا اليوم سقت السيارة من جبتها نعم سيدنا وين كانت جيت فيها الصور طيب اوكي وين كانت سيدنا كنت مع صرا 1200 عودي بفهم منك 7200 عندنا ميات مزورة دولارات ايه مع هو مع هلا هو يعني 7200 مع بعض بس المية ما عم تنعرف عن المية اللي نسخة جيدة ايه ليك يعني هلا انا بدي فرجيك مية عندي انا نعم هلا هي انظف من هم بيني ايه كلون هودي باب اول هودي باب ثاني تزوير يعني ما بعرف تزوير زي فين اصليه لك مثلا هذه 100 تبعي انا شوفها شوف اللون شوف الفرق مثلا بتطلع يعني هاي ال 100 اللي فوق الاصليه شوف لك الوش ايه نفس الشيء كمان لاحظ اللون وهون الوش حتى الخط موجود We'll be right back.
أقل من شهر واحد تم الإبلاغ عن وفاة شابين بمنطقة الدورة برج حمود نتيجة تعاطي جرعات زايدة أوفردوز من الهيروين. بدأت التحقيقات وحول الملف إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي بحبيش. واتخذ قرار بضرب المروجين وموزعي المخدرات على الشباب بيد من حديد. تم اعتقال أحد المتعاطين اللي كان مع أحد الشباب المتوفيين. توجهوا رجال الشرطة القضائية لمنزل أحد المروجين. خلال دقائق معدودة تم استدراج عدد كبير من المتعاطين اللي كانوا عم يطلبوا المروج على تليفونه لشراء المخدرات. 76 93 وقفنا مروج هلا. وين وقفتوا؟ برج حمود من داي وقت نص ساعة تقريبا. وهلا هو عم يدقوا له المتعاطي عم يشتروا منه. وصلنا موقفين وكذا واحد. تعال هون أردن أردن يا عمي والله جاي يا عمي. حاولنا على المنفره. يلا جاي له عندي ناس يا زلمه. لا شو بعمل لك يعني؟ جاي 10 دقايق بكون عندك. لا 10 دقايق ماكسيموم جاي لعندك. هذا هو. إذا أنت حدق حدق على حالك. يلا حط حالك لورا، اثنين لورا، ركض يلا. عم تسمع؟ تعال أردن. ألو. ايه يلا جاي جاي ديتين بكون عندك. ايه يلا باي. هيدا مين؟ ويليام. ويليام فاتورية فاتور خلي ذاك فوق.
خورش جم فست؟ آن این کمیت مانه همون بارکن گذست کلو کابست؟ بیرک چونس بارکن چیده خور بیت دستم گذی؟ خور بارکن گذست همون سیپر مرکت این هرچه عامل حديث موتوسيكل ومال عليك سيارتك كلها لحظه مال عليك سيارتك كلها نحن ما بنعاونك لا بالعنف لا بشيء بدنا اياك بدنا اياك على مهلك بدي اياك انا عندي شو اسمه يا خيي شو عندك عندي كارت معاك يا خيي ايه نحن ما حنتعامل معك باخر رواق بنفس الوقت كان هناك تاجر مخدرات عم يتلاحق وهو انطارد من فترة ولكنه غايب عن الأنظار وعبر متعاطين تم نصب كمين لقلو على أوتوستراد جوني والمفارقة أنه كان مورط ابنه معه ببيع المخدرات على طريقة الفاميلي بزنس هيدا من كبار مروجين المخدرات وصعب كتير ومنه هين وحذر جدا 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 حذر حتجي سيارة هلا تصف عنده سيارة بعتقد أجار بس يوقف بس يسكر السير من قدام بس أهم شيء يسكرنا السير الدراجة من قدام هلا وصلت السيارة وتوجه رجال التحري بشكل عفوي باتجاه السيارة طفل بالسيارة منع رجال التحري من إطلاق النار بشكل مكثف على السيارة لتوقيفها فتمكن من الهرب ولكن تم توقيف الابن اللي عم بيوزع البضاعة خارج السيارة أحد المروجين اللي عم بيقوم بالإضافة لتوزيع المخدرات بعمليات سلب ونهب بقوة السلاح وعملياته بيقوم فيها هو ولابس قناع لإخفاء شكله ولترهيب الضحايا تبعه كله بيطلع بالمريض.
سيارة تانية هي كيا ريو. بالحالتين البيكانتو لونها أسود، كيا ريو لونها رصاصي. وصلت السيارات، توزعت على أكثر من مدخل للشوارع لمعقول أنه يسلك الهدف. مجموعة رصد أبلغت عن نوع السيارة اللي رح يوصل فيها الهدف، وهي سيارة تمت سرقتها من أحد الأشخاص من أيام قليلة. هذا كوكايين شام. اوكي يلا بكره يلا. هذا الوجه، هذا الوجه بشلح فيه اكيد 100%. هذا الوجه بيستعمل بعمليات السرقه، عمليات السلب، وعمليات السلب. سيبنا تليفوناته عم تدقدق. ها بدنا تليفون ثاني، هذا تليفون اللي هذا تليفون هو اللي حوله. عم تليفون عم خاص مع عم خاص. ضبطت المخدرات مع المطلوب، وضبط القناع، وضبطت أدوات السرقة. هيدول كلهم اللي يمروا المخدرات، طبعا انت واحد من الاشخاص اللي عم يشجعوا يتعاطوا المخدرات، لانه عم بيقولوا عم تعطيهم. ولو انت وغيرك كل واحد بيتجه المخدرات مش موجود، هول مش موجودين. مفهوم؟ اذا العمر ما مرق عليك، واذا عمرك بعد والتجربه اللي مرقت فيها بحياتك ما سمحت لك توضع حد لتصرفاتك، مش رح اكثر من هيك. في قانون رح حاسبك كاي شخص عامل جرم، بس ما رح اكثر من هيك. بالحلقة الماضية من برنامج انت حر مع الاعلامي جو معلوف على الام تي في، تم عرض مقتطفات من شقة دعارة لبنات اجنبيات. مداهمة بيت واحد للدعارة ما بحل المشكلة، المشكلة أكبر بكتير، بتبلش من وقت ما يوصلوا العاملات الأجنبيات على لبنان. مين بيكفلن؟ وليش بيصيروا يشتغلوا مثل ما بدن وين ما بدن؟ مش عند الكفيل يلي كفلن واللي المفروض هو مسؤول عنه. اليوم عم بتشاركوا أنتوا بتفشي الأمراض والجي وخربان بيوت الناس. بالعافية جو، في عنا مشكلة هون في ظاهرة دعارة بضربة، وحد تحديدا بشارع ماريو حنا مش طبيعية. في أكثر من 50 بيت دعارة أثيوبيات، في بيت من هالبيوت فيه بنتين ومعهم شابين،
بذكر انه تفاصيل المداهمه يلي صارت، لانه انتم شفتوا لحظه المداهمه، تفاصيل المداهمه يلي صارت لبيت الدعاره بصربه رح تشوفوها الاسبوع المقبل الثلاثاء ببرنامج زميلنا رياض طوق بالجرم المشهود، لحتى تعرفوا كيف بتجي الاخباريه، على اي اساس تتحرك القوى الامنيه. انا عملت شكوى 16 الشهر الماضي على شرطه الاداب. من بعد ما وصلت شكاوى لمكتب شرطة الأداب بالشرطة القضائية، تحرك المكتب للتحقق من الشكوى. فينا نلتقى الصبح المساء يعني، فيني شوفك؟ أنا بدي أقول لك أي ساعة؟ أي ساعة بدأت؟ أنت أي ساعة فاضية؟ هلا بعد ساعة؟ ده وقت كثير مش عارفه مش عارفه في ثلاثه في ثلاثه اتفضل يلا انت هون يلا 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 اوكي يلا يلا ما حدا زلمة تالت يفوت؟ يفوت بالنهنة كليت مرة بالنعمل ماي مرتين تعمل ما مرة كليت تكون تعمل شيء بس عبرنا أول شيء سلبتين أول شيء قولي أي بدا منا ندبي ندبي هاي أول شيء 50 هاي 50 أول شيء سلبتين نرجع سايك ندفع ايه ده شو؟ كلهم دورة مشي دورة غير اللي مجديد اللي ما بحطها ديما يلا يلا ما هو الدفاع لانه شايفك صابي بيزال هلا ولا طيب يلا صح يلا 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 انت ايدك سنتين لبنان كمان؟ طب يا عمري ايه؟ انا؟ ايه؟ عشرين وغيري وانت؟ كمان بيني اظهر لا انت بيني اظهر اظهر بيني كثير انت ما عم تشتغلوا شيء ثاني بالشغل وهي؟ ما لا انا ايه؟ مش ايه فاندوز ايه شو اللي بيك اجي حدا؟ اه لا شيء هيك حلو كمان ومن بعد ما تم ضبط المومسات بالجرم المشهود تمت المداهمة. افتح لي مرة
ليك Thank you.